تنديدا بالعملية الإرهابية الأخيرة في سيناء وانطلاقا من واجبه الوطني، قرر ائتلاف الجبهة المصرية تحويل هدف مؤتمره الجماهيري الأول الذي عقد في محافظة قنا إلى دعم الدولة في حربها على الإرهاب، بدلا من شرح استعدادات الجبهة للانتخابات البرلمانية المقبلة. نقول للعالم كله أننا مع الرئيس السيسي وأننا خلفه في حربه ضد الإرهاب، وأننا مع كل الإجراءات التي اتخذها، وسنكون جميعا جنودا مقاتلين في مواجهة الإرهاب. الإنسان المصري والحضارة المصرية لن يستطيع أحد أن يكسرها. إن أمامنا الكثير من التحديات، ولكن بهذا الشعب العظيم الذي أثبت إرادته ورغبته في حياة حرة كريمة. المشاركون في المؤتمر رحبوا بهذه الخطوة، مطالبين كل القوى السياسية وأجهزة الدولة الوقوف بحزم في وجه الإرهاب الذي يستهدف أبناء مصر الأبرياء. أقل واجب يقوم به كل مصري في جمهورية مصر العربية، أقل واجب يقوم به كل وطني أنه يحارب الإرهاب بكل شتى الطرق، بشتى الطرق. نتمنى أن الناس كلها تجتمع على كلمة واحدة ورا القيادة السياسية ورا الجيش ورا الشرطة. ائتلاف الجبهة المصرية يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعدة تحالفات مع أحزاب أخرى، أهمها أحزاب الحركة الوطنية المصرية والمؤتمر والتجمع والغد والجيل الديمقراطي ومصر الحديثة. لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد التطرف، وكأنه لسان حال العديد من القوى السياسية التي أعطت الأولوية لدعم الدولة في مواجهة الإرهاب على استكمال تحالفاتها من أجل المعركة الانتخابية. محمد رياض، الحياة اليوم.